زي ما قالت سارة العراقية لما شافت الحلقة إن كلنا مقصرين، يعني كل الأبراج مقصرة. أنا معاكي ولكن بدرجات. في حلقة النهاردة بقى عايزين نعرف الدرجات دي هتسمح لنا إزاي نرتب الأبراج، يعني مين هيجي أول، مين تاني، مين آخر، مين أعلى، مين أقل، والسبب عند كل برج. مش بس كده، إزاي كمان نتعامل مع الناس دي، مع الأبراج دي، لو الموضوع ده عندهم عالي بيأثروا من غير ما ياخدوا بالهم. وبصراحة برضه في ناس بتأثر بتستعبط، يعني بتبقى قصده. الموضوع هنفهمه أول لما ندخل في تفاصيله. أنا بقول يلا بينا. أهلا بحبايبي وأجمل ناس في الدنيا وأطعم ناس في الدنيا. أنا براحتي بقى أقول اللي أنا عايزه، وعيلتي وأهلي، وأقول الكلام اللي أنا عايزه. وحشتوني جدا وبرحب بيكم وبنلتقي كل يوم. الجديد بس سريعا يعني يعرفنا بنفسه، واللي ما اشتركش في القناة معلش لازم أقول عشان أعرف الناس الجديدة. محمد أبو زيد على اليوتيوب والفيسبوك، يشترك ويضغط على الجرس ويختار الكل عشان ما يروحش عليه أي حلقة ويبقى على طول متفاعل معانا. نرتب بقى حبايبنا الأبراج رجل وامرأة من الـ12 للمركز الأول، بما إن معانا كل الأبراج كل واحد يقول لنا في التعليقات يتوقع برجه هيكون في المركز الكام، وحد أذكى شوية كالعادة يقول لنا مين يتوقع يكون المركز الأول. أنا بقرأ كل تعليقاتكم. في المركز الـ12 هو برج الحوت. مقصر، أنا معاك إن هو مقصر ولازم يكون مقصر، لأن النفس البشرية مش طبيعتها الكمال، فلازم هتأثر. بس احنا قلنا الموضوع بدرجات، يعني الحوت مقارنة ببقية الأبراج يعتبر في المركز الـ12، يعني أقلهم تقصيرا. ودايما أقول لكل قاعدة استثناءات. العملية جاية من عدة صفات كده، أبرزها إن هو يعتبر أكتر الأبراج كلها احتواء. أعلى منه في المركز الـ11 البرج اللي بعده في حتة الاحتواء على طول السرطان المائي، ده في المركز الـ11 برضه ممكن يأثر رجل أو امرأة، بس مقارنة ببقية الأبراج هيجي معانا في المركز الـ11. حنينين قوي، عاطفيين قوي، عندهم احتواء كبير قوي، بيحسوا باللي قدامهم قوي حتى من نظرة عيونه من غير ما يقول ولا كلمة. أعلى منه في المركز الـ10 حد توقع برج الأسد النار. رغم اللي انت شايفه بس لما بيحب بيحب. الأسد في حاجة حلوة، لما بيحب بجد بجد، حط تحت دي مليون خط بعد اذنك، يعني بيبقى عايز يجيب للحبيب حتة من السماء، حتة من السحاب، ويحطها بين ايديه ويقول له ايه رأيك اجيب لك كمان. وابراج الاسد تأكد على كلامي اللي بتشوفني دلوقتي وتكتب لي في التعليقات يا انت صح يا انت غلطان. انا بحب المشاركة معاكم. ومن هذا المنطلق نصنفه في المركز الـ10، يعني من الابراج اللي صعب ان احنا نتهمها، اللي هي من الابراج اللي تأثر في حق اللي بتحبها، على الأقل ما بتكونش قاصدة، يعني ممكن يكون غصب عنها أو الظروف المحيطة بيها بتجبرها على كده. احنا هنعلى كمان مركز عشان نوصل للمركز التاسع، يعني عشان نخش في منطقة وسطى بقى. بدأنا ندخل في الأبراج اللي الموضوع عندها فيه توازن شوية. العقرب المائي يعني مش عايز يبقى فيه فرق كتير بينه وبين خواته عشان ننتهي تماما من العائلة المائية. العقرب المائي يجي في المركز التاسع، ما بيأثرش، بس مقارنة بالأبراج اللي سبقته يعتبر مقصر. هو العقرب بتاع مواقف قوي قوي قوي، كمان مرة برج العقرب كده، يعني أي موقف هيحصل منك، أي تجاوز، العقرب من الأبراج اللي بتحب تاخد موقف، وأحيانا ممكن الموقف بتاعه يبقى أوفر زيادة عن اللزوم. فما عدا ذلك لو بيحبك وبرضه حط تحت دي 100 خط ومقتنع بيك، صعب ان يكون سياسة التقصير دي بشكل كبير. هو العقرب يتقل يتجاهل، وخلي بالكم ده حلو وصحي جدا للعلاقة لو انت تاخد بالك. اعلى منه برجي في المركز الثامن، يعني يعتبر في منطقة وسطى. هو احنا لما بنحب بنحب، يعني فينا شوية من الاسد كده، بنبقى عايزين نعمل للي احنا بنحبه كل حاجة. ولكن برج الحمل عامة بيتهم بالانانية شوية، او حب النفس الزائد، وكل الناس بتحب نفسها بس الحمل ممكن بيحب نفسه كتير شوية، واحيانا صراحة يعني ما بياخدش باله من الحتة دي، فممكن تنيل له الدنيا المشكلة في كده. ولكن في الاول وفي الاخر هو من الابراج اللي بتحب ان هي تجيب حتة من السماء الحبيبة. انا نسيت اقول لكم يا جماعة، يا ريت لو شايفين الحلقة مفيدة وممتعة تدوسوا لايك عشان بقية أصدقائنا يشوفوها ويستمتعوا بيها. شايفينها ملهاش أي 60 لازمة، مش عايزينها توصل لأي حد، دوسوا ديسلايك وقولوا لي في التعليقات أنا بقرأ تعليقاتكم. المشكلة فين؟ أحب عليك، أنتوا أهلي وأنا تلقائي معاكم وأنتوا مراية ليا. المركز السابع الميزان، الأنثى بتاعته العسل، دم خفيف وبساطة وسلاسة وجمال. بس الميزان يقول لك شوية نفسي، يعني
يعني مش هتقرفنا حتى لو انا بحبك، واخدين بالكم؟ اه يا عم حبيبة على عيني وراسي، بس برضو شوية لنفسي. الميزان من الابراج اللي تحب تدلع نفسها كل فترة مع نفسها، يعني بعيدا عن الحبيب ممكن اللي هي مرتبطة بيه شوية. يعني برج الميزان البرج الرايق ده بيمشي بمبدأ سعة لحبيبك وسعة لنفسك، هو نظامه كده. بس للأمانة هو من الأبراج لما بتحط في دماغها يعني بتعرف تدلع الحبيب والأنثى كمان والرجل على حد السواء الاتنين. أعلى منه بقى يعني ندخل فيه الجد شوية وندخل في موضوع المركز السادس ده بقى، هنلتقي ببرج القوس. هو برج القوس مشكلته يعني متعبة شوية في الأول، تحس إن هو هيجيب لك السما بنجومها بكواكبها بالشمس والقمر في البداية رجل أو امرأة، بس بعد كده تدريجيا تحس إن هو أصلا نسي إن هو مرتبط. ممكن تشعر الأنثى أو يشعر الرجل اللي مرتبط ببرج القوس بكده في البداية، ولذلك يحس يعني يفقد الثقة في نفسه، أو يبدأ الطرف الآخر يتهم نفسه بالتقصير. أنا أكيد هو يعني كان مهتم في البداية وإيه اللي حصل بعد كده. بتبقى فارقة أوي في شخصية برج القوس، في البداية يهتم أوي وما يبقاش مؤثر، وبعد كده تبص لا إراديا كده ما تعرفش بالفطرة عند البرج ده. أعلى منه في المركز الخامس برج الطور. برج الطور من البداية هو ما بيهتمش في البداية أول حاجة. هو برج الطور احنا قلنا الميزان بيقول لك ساعة لنفسي وساعة لحبيبي، برج الطور في اليوم يقول لك ساعة لحبيبي و23 ساعة لنفسي. دي المشكلة في برج الطور، تشعر ان هو مقصر. هل دي مشكلة برج الطور؟ يعني هو برج الطور دي شخصيته، برج الطور لازم عنده حاجة. المشكلة ان برج الطور في حاجات تانية عنده اهم، تلاقي الشغل مهم اوي، تلاقي الاكل برضو احيانا، هو برج صاحب مزاج، برج اكول يعني، تلاقي ممكن الاهل الاسرة بتاعته مرتبط بيها بشكل كبير، ممكن دراسته. ما بيعرفش يوازن بين الحياة العاطفية اللي ممكن تتظلم معاه بسبب الأشياء دي. أعلى منه في المركز الرابع جد الجد وتقصير التقصير. بصراحة يا برج الجد، رجل أو امرأة، أنت برج متهم بقساوة القلب، أنت من أكثر الأبراج المتهمة بكده. وأكيد يا برج الجد الاتهام ده مش من فراغ، يعني اشمعنى أنت اللي اتهمت دون على الأبراج كلها بحاجة زي كده؟ أكيد للبلاوي اللي أنت بتعملها. برج الجدي برضه فيه شوية من برج الطور، يعني الشغل أهم، الفلوس ممكن أهم شوية، الوجاهة الاجتماعية برضه مهمة. نتقل شوية على الحبيب ونتجاهله شوية وننتقده شوية ونقلل منه شويتين، تبص تلاقي يعني الطرف اللي مرتبط بيه ممكن يعني يجيله اكتئاب حاد مزمن ما يلاقوهوش معاه اصلا في العلاقة، يعني تبص تلاقيه توفى من كتر اللي هو بيشوفه على ايد برج الجدي. صراحة نعترف الابراج دي احنا لازم نعترف، لان الحلقة دي مفيدة للطرفين، مفيدة ليك انت لو انت برج من ابراج القمة ان انت تخلي بالك شوية وتعرف ان انت من الابراج اللي مقصرة، فتبدأ تحاول تعوض حبيبك، ومفيدة للمرتبط بك ان هو يبقى داخل على نور، عشان ما يقول انا يعني ما يقولش انا اتظلمت من البداية. هو احنا بنقول لك طباع البرج اللي هترتبط بيه واحد اتنين تلاتة، فتلاقي خلي بالك ده لمصلحتك ولمصلحته، تلاقي الدنيا اهدى شوية بينكم. وتاني بقول، شايفين الحلقة دي ما فيهاش افادة دوسوا ديسلايك، مش عايزينها توصل لحد. شايفينها مفيدة انتم عيلتي يبقى دوسوا ديسلايك تفيد بقية اصدقائنا. المركز التالت، يعني التلات ابراج دول بصراحة صراحة تالت تاني اول ابراج ربنا يتولى اللي مرتبط بيهم، ابراج هتشعر بتقصير منها سواء بقصد او بدون قصد، ابراج بتعيش لنفسها وبتاخد حيز كبير لطموحاتها كبير زيادة عن اللزوم. الجوزاء في المركز التالت، رجل او امرأة، الجوزاء لو قعد معاك ساعة هيحسسك ان انت ولا قبلك ولا بعدك ولا يمينك ولا شمالك ولا جنبك. خلصت الساعة هتحس من الجوزاء ان انت اصلا ما انتش مرتبط بيه. الجوزاء ممكن يحسسك في بعض الاحيان ان هو مفيش حد في حياته. مشكلة الجوزاء في كده، الجوزاء متقلب المزاج بسرعة كبيرة قوي، وبرج سريع الملل والزهق والتمرد على الروتين، ويزهق وعايز تغيير وعايز تجديد. لذلك انت مرتبط بيه معجب بيه، اعمل اللي عليك بقى، هنقول لك ايه ده لو عايز تحافظ عليه. وبرج الجوزاء جذاب عامة يشدك. في المركز الثاني العذراء، متعب قوي متعب قوي، حتى العذراء لو حب قوي وحب بجد
بيفصل، بس الفصلة بتاعت برج العذراء بتبقى عايزة إعادة شحن البطارية من أول وجديد. يعني العذراء لما بيفصل بيفصل بالأربعة، كل الوظائف بتتوقف عن العمل تقريبا، وده ممكن يجيب زي ما احنا قلنا قبل كده الشلل اللي هو مرتبط بيه. آه هتشعر، لازم تشعر من برج العذراء بتقصير، أحيانا بيكون بقصد، وأحيانا بيكون بلا مبالاة، وأحيانا بيكون راجع للتطنيش، وأحيانا بيكون راجع للحالة المزاجية السيئة، وأحيانا هو بيقول أنا إيه اللي عملته في نفسي. هو عذراء، عارفين يعني إيه عذراء؟ يعني برج ما بيحبش الارتباط، عذراء رجل أو امرأة، فالارتباط أصلا معاه بيبقى ليه قواميس مختلفة عن القواميس اللي احنا معتادين عليها. يعني متصدر الأبراج، حبيب الملايين، حبيب الملايين، برج الدلو الهوائي، برج في السحاب. في السحاب بمعنى كلمة في السحاب، دماغي والدنيا زي الفل وعايش حياتي ورايق، ولا ارتباط ولا بتاع ارتباط. وإذا جه أصلا برج الدلو رجل أو امرأة من أقل الأبراج الباحثة عن الارتباط أو العاطفة، هو بيبحث عن العاطفة بس مقارنة، مش قلنا كل حاجة بدرجات، مقارنة بإخواتهم الأبراج يعتبر في مرتبة قليلة قوي في الموضوع ده. لا الموضوع مش في دماغه قوي. شغله مهم، صداقاته مهمة، الحاجات اللي بتفرحه مهمة، الترفيه، لعبه، هزاره، خروجاته، لبسه، دراسته، كل ده مهم عند برج الدلو. وممكن ده، مش ممكن ده، أكيد ولازم هيجي على الحياة العاطفية. عشان كده تلاقيه لو ارتبط على طول الدلو ده مع الحوت أو السرطان ترشع على طول العلاقة بينهم في شجرة ما فيهاش كلام. لذلك دايما بننصح إن البرجين دول أو الثلاث أبراج دول، يعني السرطان وحوت، ابتعدوا عن الدلو نصيحة. اكتبوا لي آرائكم في الحلقة دي، أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها، واللي نسي يدعمها بلايك لو شايفينها مفيدة يا ريت تدعمها بلايك، مش مفيدة اديها ديسلايك عادي ما عنديش أي مشكلة، بس برضو قول لي المشكلة. واشتركوا يا ريت في قناتنا الجديدة للكورة، يا ريت تدعموها، سايب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو أول تعليق، والانستجرام والفيسبوك وقناتنا التانية للفضفضة، كل دي روابط بنشتغل عليها كل يوم. قربوا مننا أكتر وأكتر، ويلا هتوحشوا.